قبل كل شيء شباب، قبل كل شيء نبي نرحب في اخواننا من السعوديه. نواف محمد صليبي كم طيب، حياكم الله. عندنا العمده، اخونا العمده من خشي هنا، والكابتن خالد. نعم، حيا الله كابتن خالد، حياكم الله، نورتونا. مرشد ها شباب، يعني شهادة صراحة في الإخوان مجروحة. هاي الشباب ما شاء الله عليهم، من روح السعودية والله إن من الجسر للجسر، ما يجسرون والله، يعني نروح ونرجع هم ويانا طول الطريق. مسعود كل يوم زه الله خير، مصاب وياي هاللون، روح ارتاح مو راضي هالريال دي الطيب، روح ارتاح مو راضي. اهم شيء واحد منصب. نعم انا رجعت منصب، بس كان ما مني. لا لا ما حد ما حد، الله يجزاك الله خير. والله صراحة يعني يا شباب، ولا بقصور بالاخوان، يعني احنا اللي قدمنا الشغله هذه، ترى شيء جزء بسيط للامانه، يعني بيض الله، يعني سواء مسعود ولا احمد ولا بنوفل ولا العمده، ترى احنا نفرح بالجميع والله. الله هذا الشغله يعني الميزه الحلوه في الدراجين، او اللي عرفنا بالنسبه للدراجات سواء داخليا ولا على مستوى الدول الخليج ولا على مستوى العرب، فما بالكم انتم يعني اخوان لنا، ما نقدر والله كل حاجه نقدمها لكم ان نستحي قسم بالله. قول حق الشباب ان هذا قليل بحق، هي ما هي بشغلة ان اعطني واعطيك، لا والله اكيد انتم عاد لكم حاجة سبيشال للبحرين، ما نقدر ما بالك عاد اذا صار ناس والله بيض الله وجهك، احنا والله على القصور. عزيز غالي حياكم الله، ما تطول عليكم شباب اكثر من كذي، نطلع الراي ان شاء الله، رايحين على الفرموله. نعم، وبعدين هناك بنصلي المغرب وبنحط روت ثاني ان شاء الله. يلا شباب.